يا اخي والله منطيكم الصلاح يا اخي مخوف يا اخي والله. ناقص 18 7 ناقص 8 نبعث ولادنا على المدرسة بالجهد الموجود عندنا. يعانون من مشاكل كثيرة، المدرسة اليوم ما بيوقع ما بها مي، المدرسة اليوم مكسر بلورها كتن البرد بشتاء، المدرسة اليوم باقي انصوباتها. المدرسة اليوم ترابها كثير، يجون يقحون وعندنا احنا بالاساس عندنا تحسس. ومشهورين احنا هنا بالمنطقة بالتحسس وبالعجاج وكذا، فالامور هذه يلزمها مداركة، الجهات المعنية، الجهات المختصة، من يهمه الامر، من يهتم للبني ادم يحصل على تعليمه. الطفل هذا ايش ذنبه؟ قمنا ما نقدر نحصر الطلاب، بعض مرات يروحون على البيوت واحنا ما ندري بيهم، هاي اول مشكلة عندنا. ثاني مشكلة نعاني منها أكثر وهي الأرضيات، الأرضيات عندنا تراب، يعني المعلم قام يعاني إنه ما يقدر يعطي حتى درس، إذا تجي هواء أو شيء ما نقدر. في عندنا طلاب ما عاد الدام خالص، في عنده مثلا التحسس الصدري أو الربو، شنو المشكلة عندنا تراب، حيل هاي مشكلة نعاني منها الأرضيات حيل. عندنا صيانة الحمامات كمان، عندنا الحمامات نفس الوضع، عندنا الطلاب قل عددهم، الوضع يعني مزري للغاية في مدرسة حاوي أبو حمام.